الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية. مع الوزير مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، كلمنا باختصار عن هذا المشروع اللي قدمته حضرتك للرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر محور، هي دي الفكرة، ان مصر لازم ترجع محور وتكون محور في كل حاجة. التطبيق بتاع محور في الموضوع ده ان مصر محور لوجيستي بحكم الجغرافيا، بحكم الموقع، بحكم المساحة، بحكم البنية الأساسية اللي موجودة. هتكون محور لاستقبال وتخزين وتداول وأنشطة قيمة مضافة لمجموعة من الحبوب والسلع الغذائية. المحور ده مش فقط هيخدم السوق المصري، ولكن هيخدم السوق الإقليمي كله، وبالتالي هتبقى مصر هي المكان اللي بيتم فيه عقد الصفقات والتداول، وهتبقى مصر هي استراتيجيا المركز لهذه السلع. يعني 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 مركز ولا بورصة للحبوب والسلع الغذائية؟ ده مشروع آخر هيقام برضو بالتوازي مع ده، هو عمل بورصة سلعية هتكون أيضا مقرها مصر، وده لأول مرة في المنطقة هيكون في بورصة سلعية، وبالتالي هتتحول مصر هنا إلى المركز الذي تعقد فيه الصفقات من الناحية المالية ويتم فيه البيع والشراء، وأيضا المكان الاستراتيجيا موجودة فيه هذه السلع، بالإضافة إلى عمل أنشطة للقيمة المضافة للإنتاج في هذه السلع الغذائية، زي الفراكتوز مثلا للسكر، وزي الدقيق، وزي زيت الطعام، وزي السكر نفسه، صناعات كلها مرتبطة بهذا الأمر. الفكرة إن إحنا عندنا موقع جيد جدا، عندنا بنية أساسية موجودة رائعة. المشكلة بس إن إحنا متأخرين حوالي 40-50 سنة، وما خدناش بالنا إن ده كان لازم يتعامل من زمان عشان مصر تعود وتبقى محور في هذه المنطقة. هذا المركز يقام في دمياط، إيه الخطوة العملية الأولى في سبيل إقامته؟ النقطة الأولى دمياط، ولكن توجد نقاط أخرى. إحنا الأول بنشتغل بعمل مخطط شامل لهذا المكان، وده قد تم بعمل دراسة جدوى، وده تمام. كان ده مبني على مجموعة من الدراسات والاستطلاعات للمناطق مختلفة، وكل ده قد تم. دولة رئيس الوزراء بيناقش هذا الموضوع الآن، ثم سيقر بإذن الله حل الموافقة عليه ونبدأ نتحرك فورا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية.